الحكومة الموريتانية رسميا الأسير الفلسطيني السابق بالولايات المتحدة الأمريكية راشد الزغاري بعد 3 عقود من الاحتجاز في سجون الولايات المتحدة الأمريكية رغم انتهاء محكوميته. وقالت مصادر فلسطينية أن الأسير راشد الزغاري وصل العاصمة نواكشوط رسميا بعد موافقة موريتانيا على استقباله لتنتهي رحلة احتجازه بالسجون الأمريكية التي بدأت عام 87 900 ألف بتهمة زرع قنبلة في طائرة أمريكية كانت رابضة في مطار أثينا. وانتهت محكومية الأسير قبل 3 سنوات لكنه ظل داخل زنزانته بفعل رفض الدول العربية والأوروبية استقباله، إلى أن وافقت موريتانيا خلال الفترة الأخيرة على استضافته، وهو ما مكن من الإفراج عنه أخيراً.